هي البساطة التي تغني الإنسان عن أشياء كثيرة. عمي طاهر بولاية الأغواط من منا لا يعرف قصته التي تناولتها الشروق منذ سنين، وقصة الوعود الكاذبة من مسؤولين تجردوا من الإنسانية. العزلة، الجوع والعطش وأمراض متعددة، وأطفال حفاة عراة يناشدون أهل النخوة التدخل لانتشالهم من هذا الجحيم. مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هاي لوحتك، خلي لوحتك ربما. ورانا واقفين معاها اليوم وقدوة، وحسب توصية السيد ولي ولاية إن شاء الله البلديات تقوم بالعمل تاعها، ويكون هذا قبل الدخول المدرسي القادم إن شاء الله يكون سيد طاهر في الجلتة إن شاء الله. يا سيد الرئيس، نبكي ونشكي للمولى تبارك وتعالى، أرحم الراحمين، رب العالمين، متدارك رب العالمين، في هذا المكاتب نتاعتي ونتاعت غيري والدين. أنا نبكي من حقي باللي نبكي لك ونشكي لك وانت يدير رب العالمين من الشكوى تأتك المولانا العزيز جبار الواحد بها. للحصول على قطرة ماء من منبع يفتقر لأدنى الشروط الصحية، يتنقل عمي الطاهر على حميره المنهك لمسافات بعيدة بين الأحراش ليشرب هو ودوابه من نفس المنبع. أنا راه مجاو لي ذا الناس، راه كيجيني حد وجي وعد لي هذا الديار اني نحشم ونتفضح، راني في الخلا، راني برا. انا هذه الحكومه غير تهدر لي ويزيدوا هكذا كاين عليا ويمنوا فيا على ثلاثة شهور، راك تدي حوشك على ثلاثة شهور تدي حوشك، وراك تشد مفتاحك، انا راني في كذا من ميرنا وكراني سكنت. يناشد المسؤول الاول في البلاد انقاذه وانقاذ اولاده واخراج ملفه الذي عشعشت فيه العنكبوت بين الادراج، والصورة أبلغ تعبيرا عن الكلام.